أهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا. اليوم مبسوطين نكون معكم في حلقات يوم الجمعة عن الهجرة في كندا. اليوم معنا مستشار الهجرة الدكتور عامر حايك، زي ما عودناكم وعدناكم في المرات القادمة. أهلا وسهلا فيك دكتور عامر. أهلا وسهلا، تحياتي. اليوم حنتكلم عن موضوع يمكن كتير ناس بيهتموا فيه، في موضوع الهجرة إلى كندا، لأنها تعتبر من الطرق السهلة الممتنعة زي ما فهمناها. هذه الطريقة جيدة للناس اللي عندهم بعض الأمور اللي بدك تحكي عنها اليوم، كيف يقدر يسوي بزنس في كندا وعن طريق هذا البزنس يكمل طريقه ويعيش في كندا بعدها كمهاجر، يعني يحصل على الإقامة الدائمة وبعديها طبعا على الجنسية. الموضوع هذا بهم ناس كتير، خاصة أعتقد الناس اللي تجاوزوا العمر، اللي بدناش نحكي الأولد إيج، بس اللي تجاوزوا عمر الهجرة، لأنه معظم شروط الهجرة بتفضل الناس الشباب اللي هو بالثلاثينات هيك وما أقل. فالموضوع طويل، لكن بدنا نسمع من الدكتور عمر عن هذا النوع من الهجرة اللي هو بسموه owner operators. أهلا وسهلا فيك دكتور عمر، شرفتنا وشكرا لك لوجودك معنا مرة ثالثة على كنار تي في. شكرا دكتور، شكرا استاذ محمد. أهلا أهلا فيك، أهلا فيك دكتور عمر، وبنرحب فيك دائما، وهذا المنبر يحاول أنه يقدم المعلومة الصحيحة من ناس خبراء عندهم خبرات حقيقية اكتسبوها من الواقع واكتسبوها من فترة طويلة في من الزمن. نحاول إن شاء الله أن نقدم هذه المعلومة صافية للجميع، نتمنى أن الجميع يستفيد منها. وهناك أنواع كثيرة من البرامج مثل ما عرفنا دكتور عمرو، هذه البرامج في نتكلم عن الاستثمار، وكنا بنتحدث في حلقات سابقة على ما يتعلق بالاستثمار في كندا، فياريت بشكل سريع هيك نلخص ميزات الاستثمار في كندا وبعد ذلك ندخل لنوع البرنامج اللي إحنا سندخل فيه ونتحدث عنه. شكرا استاذ محمد، شكرا دكتور جمال على اتاحه الفرصه لي اتحدث على منبر كنار تي في للمره الثالثه. بتعرف الاستثمار هو عندنا نوعين من برامج الاستثمار، في منها برامج بسموها برامج فيدراليه وفي عندك برامج اللي خاصه بالمقاطعات. طبعا برامج فيدراليه لها شروط وبرنامج المقاطعات كمان لها شروط، يعني معنى اخر البزنس اللي موجود او البرنامج الهجره اللي بيعتمد على الانفستمنت الموجود باونتاريو بيختلف عن البرنامج الموجود بمانيتوبا او بالساسكاشوا او بريتش كولومبيا. كل مقاطعه لها المتطلبات الخاصه فيها ولها الريكويرمنت اللي بتختلف من مقاطعه لمقاطعه. طبعا الكل بيعرف دائما البرامج الفيدراليه الى حد ما مكلفه جدا من ناحيه اللي هو المبلغ المطلوب للاستثمار، وكمان البروسيس شوية مش ايزي، اتس بيت كومبليكيتد. برامج المقاطعات مدى سهولته مرة تانية بيعتمد من مقاطعة لمقاطعة، وهذه المقاطعة احيانا بتغير الريكويرمنت بين سنة وبين سنة تانية او بين وقت لاخر، احيانا بيزيدوا الريكويرمنت او بيزيدوا سقف المتطلبات واحيانا بقلوها حسب الديماند على المقاطعة. اجمالا الاستثمار الناس تلجأ له للناس اللي بيقدروش يكونوا مؤهلين لبرامج هجرة تانية. طبعا برامج الهجرة اللي هي تعتمد على الكفاءات العلمية سواء كان بنسموه احنا بس انتري او سكيلد وركر، هذه برامج تتطلب انه كل انسان طبعا
يعني خلينا نحكي في بداية شبابه اللي هو عمره لا يتجاوز حوالي تقريبا 30 سنة بحد أقصى، ويكون عنده لغة إنجليزية قوية جدا. هذه أهم شرطين هو الإيج والإدوكيشن والإنجليش. في الإنفستمنت شوي فيها يعني فيها نوع من السهولة والليونة، بحيث أنه ممكن في بعض الريكومنت تكون أقل من المتطلبات الفيدرالية، أو تكون متساوية، أو تكون أقل بكثير، حتى بكون يعني منهم إنجليش يكون بسيط جدا حتى يقدر يمشي بهيك برنامج. فزي ما ذكرت في فرق هنا عندنا الاستثمار، في عندك برامج فيدرالية وعندك برامج من مقاطعة لمقاطعة تختلف. الفيدرالية أحيانا تكون موجودة for one year next year is not exist، أحيانا they hold it they freeze it، أحيانا they come with a new program. زائد الريكوامنت بتكون شوي إلى حد ما يعني فيها صعوبة. برامج المقاطعات في مقاطعات فعلا سهلة، بس برضو المقاطعات زي ما ذكرت سابقا انه كمان الريكويرمنت بتتغير بين وقت واخر. يعني مثلا اعطيك المثال، مانيتوبا كانت حتى انت تدخل في مجال انك تستثمر وتحصل بي ار كان مطلوب منك تحط فلوس بارقام معينه، وبعدين بعطوك اللي هو البي ار عند الوصول، بعدين بيراقبوك لسنه سنتين، واذا انت كنت كومبلاينج تاخذ خلص انك انت بصير انت اقامتك ان كونديشنال. هلا هاي المقاطعة مثلا إذا بتروح على البرنامج في الوقت الحاضر اختلف شوي، صار البروسيجر تبعه اختلف، البروسيس تبعه أو طريقته اختلفت شوي عما كان معروف قبل سنة أو سنتين. اليوم بتحكي أنا برنامج شوي مختلف، وقبل ما أحكي عنه بالدرجة عن نقطة اللي هو برامج البرنامج الفيدرالي، معروف إنك أنت كانت تستمر بأي مكان بدك إياه بكندا، يعني كانت تروح على أي ولاية تختارها أنت. لكن لما يكون برنامج المقاطعات استثمارك بده يكون بنفس المقاطعة، إقامتك بنفس المقاطعة، هناك سكنك هناك إقامتك، لغاية ما تأخذ أنت اللي هو الجنسية وتكون أنت عندك الفريدم في الموبيليتي وتحرك زي ما بدك. الناس بتحب البرامج الفيدرالية بحيث يكون عنده أوبشن يسكن وما بده، لكن بالمقابل في صعوبة أو في المبلغ المطلوب لاستثماره. برامج المقاطعات المبلغ أقل شوي، لكن بيكون عليك ريستريكشن في المنطقه الجغرافيه اللي انت بدك تستثمر فيها. البرنامج اللي بحكي عنه اليوم برنامج مختلف تماما، الكونسيبت تبعه مختلف، البروسيس تبعه الى حد ما يعني بيختلف على البرامج الثانيه، والكويس فيه انه برنامج فيدرالي. بمعنى اخر البرنامج اللي بحكي اليوم هو برنامج ممكن انت تعمله باي مقاطعه تخطر في بالك او انت حابب تسكن فيها. اجين هو برنامج فيدرالي، حرية بأي منطقة جغرافية، والريكوايرمنت إلى حد ما يعني الكونسيبت تبعه معروف وواضح، البروسينج تايم تبعه كتير قليل، في كتير حسنات. السيء أنا كمان حذكر بعض النيجاتيفيتي فيه، هي مش معنى النيجاتيفيتي بقدم فيه، في بعض الأشياء اللي تختلف عن برامج الاستثمار العادية. البرنامج اللي بنحكي عنه هو برنامج الأونر أوبريتر. برنامج Owner Operator هو برنامج فيدرالي من الاسم اسمه Own and You Operate. بس قبل ما نبدأ فيه دكتور لو سمحت لي، يعني احنا سمعنا انه هذا البرنامج دخل زي كأنه الحاق على برامج الاستثمار الطبيعية اللي كانت موجودة في كندا، وانه هذا البرنامج زي كأنه فيه تحايل على برامج الاستثمار الطبيعية اللي كانت موجودة في كندا، التحايل بالمعنى الإيجابي، يعني بمعنى أنه محاولة التعامل مع القانون وإيجاد الثغرات والدخول من خلالها لاختراع برنامج مثل من هذا القبيل. هل في شيء من هذا الحكي ولا كلام مجرد كلام؟ خلينا جاوبك بس بإكسبلانيشن، مش يعني جواب كأنسر بكلمة واحدة. يس نعم. هلا انا لما كنت احكي لبعض الناس المعنيين بأونر اوبريتورز ايميديتلي يروح على جوجل، يروح على برنامج الاميجريشن بيقول لي هذا البرنامج مش موجود، انت من وين بتحكي عن البرنامج هذا؟ فعلا اذا بتروح على سي اي سي ما بشي ايش اسمه بتلاقي اونر اوبريتور بحد ذاته. هو انت ممكن تلاقي الكونسبت، ممكن تلاقيه تحت، انت ما بتلاقيه تحت برامج اميجريشن، او ما بتلاقوش تحت برامج انفستمنت، هو لا. برنامج تحت اندر ورك بيرميت. بمعنى آخر بدي أقرب لك وجهة النظر، إحنا نعرف بعض شركات الخليج المغترب لما يروح على الإمارات بأسس شركة له أو بدخل شريك مع واحد محلي، وبالنهاية بأخذ إقامة العمل على هاي الشركة.
هذا نعم. المعروف في الإمارات العربية مزبوط؟ صحيح. إلى حد ما نفس الكونسبت، هو حيحصل نفس البرودكت ونفس النتيجة، لكن بعد النتيجة في شيء ثاني ألتيميت جول اللي هو الإقامة الدائمة. الفرق بين هذا البرنامج والبرامج الثانية، البرامج الثانية معظمها إنك أنت تستثمر، مثلا نحكي عن أونتاريو، تستثمر ذات ماش ماني مثلا 600,000 بالنهاية بتاخذ بي آر. نعم. هذا الأونر أوبرتيلا فلوس أقل بكتير بس بنفس الوقت البرودكت تبعك البدائي هو عبارة عن ورك بيرميت، برنامج بدخلك البلد بتعيش فيها حياتك أنت وأولادك إلى كل البنفيت، لكن بأهلك لبرنامج تاني بحيث أنه يأخذك للبي آر أو الإقامة الدائمة. يعني معنى آخر نحكي بالإنجليش هي عبارة عن ترانزيشن ستيت ستيج بهذه المرحلة، عبارة عن مرحلة انتقالية بتأهلك. يعني هلأ إذا بتلاحظ مثلا برنامج الإكسبرس إنتري الأغلبي بتلاحظ أنت كل أسبوعين في سحب، أكيد دكتور جمال بيعرف. طيب. كل أسبوعين بيسحبوا بيكون بالبول حوالي 120,000 واحد، 120,000 أبليكانت. شو بيسحبوا؟ 3,000-4,000. الأغلبية الصاحقة غير مؤهلين، فيش عندهم كفاية نقاط. طبعا فيش عندهم كفاية نقاط لعدة أسباب، لا أما الإنجليش عنده إياه على المستوى أقل المطلوب، حتى لو كان يعني قبلوا يدخل البول بس لساته مش عنده كفاية حتى يحصل نقاط كفاية، أو العمر، العمر 25 سنة بأخذ الماكسيموم، العمر 30 سنة بأخذ أقل، اللي معاه بي اتش دي بأخذ أكثر، اللي معاه بكلوز بأخذ أقل. ففي كثير requirements، في كثير ناس هلا مجتمعاتنا العربية وبالذات اللي هم العايشين بالخليج يعني المغتربين، تلاقي العراقي الأردني الفلسطيني السوري العايشين بالكويت والخليج، هذا كلهم تركوا بلادهم هم بالعشرينات، خلصوا جامعة وتغربوا ودرسوا هناك، فبتلاقي أعمارهم لأغلبية الصاحقة فوق 35. فعندهم العلم، معهم شهادات، كلهم مؤهلين وعندهم الخبرة. الإنجليش يعني معظمها بتكون is not good enough، فبتلاقيهم لما يجي قدموا الهجرة عادية عندهم الخبرة وعندهم العلم بس الإيج ما عم بيساعدهم، والإيج nothing much we can do about it، العمر ما بتنقصش. فكيف بتلاقيهم غير مؤهل. فهذا البرنامج أنا بحكي فيه هو عبارة عن يعني عبارة عن bridging حتى يأهلك لبرنامج تقدر أنت تقدم فيه الإقامة الدائمة. فمعظم الناس لما أنت تحكي له البرنامج هذا، إذا أنت ما شرحت له أو أنت وجهته لللينك المضبوط حتى يفهم، بكون استجب بقول لك أنت تحكي له عن برنامج is not exist أو مش مضبوط. فالبرنامج هو موجود، مش كتير بيشتغلوا فيه، يمكن بعض الناس أو حتى يعني زملائي اللي ما بيشتغلوا فيه يمكن ما بدي أحكي قلة المعرفة، بس يعني they never come across such program أو ما اشتغلوش فيه. البرنامج زي ما قلت لك إياه هو عبارة عن السهل الممتنع، كتير سهل، بس كمان يعني لازم نشتغل على الريكومنت تبعه. وهون أنا ممكن أحكي بالتفاصيل شوي شوي، كيف الكواليفيكيشن، شو البروسيس، شو التايم، وشو النتيجة بعد هيك. يا هذه أحد الأسئلة، إيش هي الريكويرمنت عشان يتقدم على هذا البرنامج؟ شو المتطلبات من الشخص عشان يقدر يتقدم على هذا البرنامج؟ أوكي، إحنا حكينا الهدف من البرنامج للأغلبية العظمى حتى حصل إقامة دائمة. الريكويرمنت حتى أنا أجيب له الورك بيرميت في البداية، لا في ريستريكشن على الإيج ولا في ريستريكشن على اللغة. حتى المبلغ الاستثمار هو عبارة عن يعني ما في ليميت، يعني ممكن منهم نحكي $100,000 and up أو $75,000 and up ممكن يستثمر. لكن الشخص اللي بفكر بس يسكن بكندا ويشتغل سنتين، إذا المبلغ المطلوب للاستثمار بحدود 100,000 فما أعلى. أنا بحكي بالوقت الحاضر هو 100,000 وإلها أسباب ليش 100,000. طبعاً زي ما قلت لك إياه الكواليفيكيشن حتى تدخل البرنامج كتير سهل، لكن أنا دائما بحكي للكلاين تبعي إن أنت مش بس بدك البرنامج، إنه بعد سنة شو حصير معك؟ مش أنت هدفك الإقامة الدائم بعد هيك؟ صح. أنت مش جاي تقعد هون سنة سنتين وتقول لهم باي باي، خلاص أنا أنت invest money، صرفت، استقريت، بدك النتيجة اللي بعد اللي هو الultimate goal هو البي آر. نعم. فالمتطلبات في البداية لهذا البرنامج جدا سهلة، هو توفر رأس المال، رأس المال يكون كاش في بنك في أي مكان،
انا بحط الرقم هلا زي ما كنا نحكي مثلا الشخص ما كان مثلا 75000 دولار مثلا او 100000 دولار يعني يكون 200000 دولار. بالنهايه هذا البنك هي فلوس معاه مش عقار ولا اسيد فيكس اسيد، هي عباره عن كاش بالبنك. تمام؟ نعم. اذا توفر راس المال، الاهم من راس المال السكيلز اللي الخبره اوكي البروفايل تبع الكلاينتس كثير مهم. ويمكن انا هون لازم احكي في البدايه قبل ما احكي عن المتطلبات احكي شو هو الستراكشر اللي بيكون في هون في كندا حتى يقدر هو يدخل فيه. اوكي. الشخص حتى يدخل هذا البرنامج دائما يفضل انه يدخل مع كنديان بارتنر. What I mean by Canadian partner, Canadian citizen or Canadian permanent residence. شريك. شريك. بأسس الشركة بإمكانه يعطي الكنديان بارتنر لغاية 49% أو 49.99. لكن الفورنر لازم يكون عنده 50 point something. فبنحكي مثلاً الأيديال 51-49. لكن بإمكانه يكون up to 75%. وبعض الأحيان بإمكانه يتملك 100%. فلازم الماجورتي اوف شير هولدر هو تكون للاجنبي اللي بده يعمل ايميجريشن. بالضبط. سو هي از ان كنترول. فالبدايه بتبدا بعد اذنك دكتور، في اسئله عم تيجي، بس اذكر الجمهور انه كل الاسئله حنجاوب عليها في نهايه اللقاء، فحطوا الاسئله ما حن يعني انا في سؤال هون عن شاحنه واكيد حنجاوب عليه. تفضل دكتور. عفوا. فالبدايه بتم تاسيس الشركه. في كثير شركات بكندا هون بدهم بارتنر، لأما بتكون شركة already exist أو شركة about to exist. يعني تركيبة الشركة هذه فيها كثير variability وفيها كثير تحديد، وهي ممكن أنا أعطيها بالتفاصيل لأي inquiry ممكن تجيني يعني مباشرة. نعم. أنا بحكي هلأ شوية إلى حد ما بالخطوط العريضة مع بعض التفاصيل. إذا نعم. بداية تأسيس الشركة، الشركة يفضل أن يكون فيها معها Canadian partner، كانوا يعطيه لغاية 25% حتى يكون هو one of the director، و 75% تكون مع الأجنبي، وإذا كان في ظروف معينة تاني بقى يكون هو 100% إذا بده. نعم. No. لكن نسبته لا تقل عن 51% أو 51 something. تمام؟ جميل. هلا بتم تأسيس الشركة، بعدين بتم وضع بزنس بلان. هلا بزنس بلان شو بتحكي؟ بزنس بلان بتحكي إنه إذا هالشركة هذه تم إنشائها جديدة، شو الشركة حتعمل؟ شو حتشتغل؟ نعم. No. قديش مالي حيكون؟ We have to show in the study very important, two important factors. اولا انه الشركه they can employ at least one Canadian in the future. They can hire one Canadian. It doesn't have to be right away. بس يكون في بلان انه a certain time انك انت you're gonna hire someone. اوكي. الشغله الثانيه انه يكون الاشخاص اللي قايمين على هالمشروع عندهم بروفايل قوي. يعني واحد مثلا طول عمره بيشتغل بانكر وفجاه بيفتح مطعم، وين الخبره؟ وين الانبوت تبعه؟ مش كفايه الفلوس. كتير مهم البروفايل تبع هذا الشخص، لأنه في النهاية أعتقد هنا كندا they prefer small businesses but they want you to succeed. كمان when you succeed you're gonna employ Canadian, then you're gonna help in the unemployment percentage to lower it down. صحيح. فبيساعد في يعني تخفيض البطالة. طيب هم بهم. تفضل دكتور عمرو، اسمح لي بس أنا بدي ألخص ترخيص سريع وبعدين ندخل بسؤال. إحنا بنتكلم عن بنتكلم عن تملك بزنس. اوكي. هذا تملك البزنس من البدايه بيدخل على هذا الشخص، بياخذ ورك بيرميت على هذا البزنس، سبيسيفيكلي على هذا البزنس. اوكي. واذا تملك هذا البزنس بدأ من الصفر، او ممكن يشتري جزء من هذا البزنس القائم، يعني يكون بزنس قائم ويشتري جزء منه. علشان يبدا البروسيس تبعه لازم يعمل بزنس بلان. البزنس بلان اللي بيعملها لازم يكون اهم كونديشن فيها انه عنده امكانيه لتوظيف على الاقل كندي واحد في الشركه. طيب هذا في حاله بدايه او انشاء بزنس من البدايه فروم سكراتش. البزنس بلان ممكن يحدد فيها انه انا هاي الاوبريشن بلان تبعي، هاي الماركتنج بلان تبعي، هذه الفاينانس بلان، البادجت، بحدد كل هذه الامور، وبحدد من خلالها انه حيكون في عندي توظيف لموظف كندي واحد. بس لو كانت البزنس اصلا قائم،
وفيه أصلا موظفين كنديين، هو حيدخل فيه شريك، هذا الشرط بكون تحقق صح. هو أهم شرط بهذا الموضوع بال خلينا نحكي بالسيناريو اللي حكيته أنت، إنه هذا الفورينر انفسترز شو الانبوت تبعه حيكون بالشركة، واي يو نيد هيم، جميل، شو كثير مهم. إذا شغلت فلوس أوكي هي كان انفست وضل محله، فلهسه بحكي البروفايل تبعه، لأنه هو أنا بالنهاية لما دخله كشريك وأقدم له طلب لوزارة العمل، بقدم له طلب وزارة عمل كسي أو، يعني هو المدير التنفيذي. أوكي. نعم. He owns the shareholder most of the shares. وبالنهاية هو حيكون involved in daily basis activity بالشركة. فما بيقدر يكون daily activity إلا إذا كان هو ملم بالموضوع وعنده خبرة. أوكي. فلازم الأوفيسر بوزارة العمل يكون عنده قناعة إنه هذا الشخص وجوده بكندا على رأس عمله كتير مهم، مش المال لحاله. أوكي. هلا يعني احنا في الـ في الـ في الاكسبرس انتري بيكون في ورك بيرميت للشخص، لازم يكون محصل عقد عمل من شركه او من جهه في كندا. عقد العمل تحصيله في جهه في كندا امر صعب، فاحنا بنحكي عن نفس الصعوبه. اذا هو بده يكون البروفايل تبعه يعني 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 مساله انه انا معي فلوس وبفلوسي بعمل اي شيء بدي اياه، انا حر، مش موجود هالمنطق هذا في 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 موضوع الاوبريتر بنحكي عنه. تمام، هذا سؤال كثير حلو ومهم جدا. هلا حتى انت تحصل ورك بيرميت، ورك بيرميت اللي هو بسموه قبل ما تحصل، هي الورك بيرميت ما بتصدر، تصدر من الهجره. لكن حتى تحصل ورك بيرميت بدك موافقه وزاره العمل. اوكي. نعم. هلا مش بحاجه وزاره العمل في بعض الحالات من الاميجريشن مباشره، انك تكون عندك اكزمت، عندك اعفاء لاسباب معينه، مثلا لاجئين على سبيل المثال، او ناس ثانيين مثلا، او مثلا اللي عامل سبونسر لزوجته، زوجته ساكنه بكندا معاه، بده ورك بيرميت، مش بحاجه لوزاره العمل. تمام. انها شيء اكزمت البرامج الورك بيرميت اللي هي معروفه، هي بتتم بروسس لها في البدايه ضمن وزارة العمل حتى تحصل بسموه إشي اسمه اللمية أو اللمية. لمية. هلا اللمية لها عدة طرق. أنت حكيت بالنسبة لإكسبرس إنتري، حتى واحد صاحب عمل كندي هون يعطي واحد أبليكانت عنده بروفايل بإكسبرس إنتري، يعطيه جوب أوفر ولسه مش شايفه ولا بيعرفه، وعبارة عن علاقة بين إمبلاير وإمبلوي فقط، صح؟ صحيح. نعم. في لها بروسس. شو البروسس؟ عبارة عن أدفيرتايزنج. نعم. بعد ما تعمل ادفيرتايزنج في عندك بتعبي لوزاره العمل، وزاره العمل بتشوف مين الناس المتقدمين وليش انت اعطيت افضليه لهذا الشخص. صحيح. فبصير في عندك كومبيتيشن، منافسه، وبالنهايه مو سهله وصعب. نعم. تلاحظ واحد، تلاقي واحد صاحب عمل يقول لك انا اعمل هيك واخلي بحالي ليش؟ فور وات؟ نعم. لذلك تحصل جوب اوفر لدعم الاكسبرس انتري يكاد يكون مستحيلا. ممكن. انا مشيت البروسيس هذه دكتور عمرو. نعم. صديقي علشان يعني عنده بعض الكفاءة، وفي كفاءة معينة له، وطبيعة شغلنا في شركتي بنشتغل بين السعودية والأردن والخليج والأردن وكندا. كان فعلا مشيت في البروسيس وعملنا ادفرتايزنج ومشينا على الليميا، وكان الموضوع في الأخير صح فعلا فعلا أمر صعب، مش أمر سهل، بالرغم من أنه كان عنده كفاءة. فبنفس نفس المنطق حنحكي عن الأوبريتر، نحكي بنفس الموضوع مختلف تماما. الاونر اوبريتور هو اكزمت من ادفيرتايزنج، اكزمت من المنافسه والكومبيتيشن. اوكي. بمعنى اخر، انا لما اقدم الابلكيشن، انا شو بقدم بعد ما تاسيس الشركه والورك وبحضر البزنس بلان للشخص، وببين بالبزنس بلان اهميه وجود هذا الشخص بكندا حتى يقوم بالديلي بيسز اكتيفيتي، وشو حيكون دوره بالشركه، هل حيزيد مبيعاتها، هلا حيضيف نيو برودكت، يعني فيه له ادد فاليو للشركه، مش بس الفلوس، السكيلز تبعته، البروفايل تبعه. فكل هذا الحكي مع البنك ستيتمنت تبعه، مع شهاداته، مع شهادات خبره بالخليج او باي مكان عايش فيه، كل هاي بقدمها عباره عن ابلكيشن كامل مع الماي ابلكيشن بقدمه من وزاره العمل. نعم. هلا وزاره العمل ما بتطلب منه لازم يعمل ادفيرتايزنج، انه اكزمت، انه هو عباره، انا بطلب له
LMIA as a CEO to his own business. Okay. فهو he's not competing with anybody else. هو بالعكس. هو he's creating a job for himself using his money. مزبوط. والهدف منه إنه هذا الشخص using his own money to create and his LMIA بالنهاية is gonna lead to create employment or jobs. Yeah, بالضبط. هذا هو الكونسيبت تبعها. فلما نقدمها لوزارة العمل، وزارة العمل بتعمل البروسيسنج، برجع الأوفيسر بركز. هلا بتعرف كيف وزارة الهجرة ممكن أكثر الناس أنا برأيي they are accurate and they are precise. Okay. وزارات الثانية شوية مش بنفس دقة وزارة الهجرة. وزارة العمل مستبحها شوية، يعني مش بدي احط انا نيجاتيفيتي، بس يعني فيها شوية من تختلف البروس تبعها من اوفيسر لاوفيسر او هي لوكيتد. مثلا الاوفيسر شو بحكي لما يعمل ايفالويشن للابلكيشن، بتطلع على الشخص هذا واي از سو امبورتنت. الشخص هذا لازم يكون يجي مثلا من السعوديه ويجي هون يقعد كسي او. واي؟ اوكي. هل عنده سبيشال سكيلز؟ هل هو هيز جونا انتجريت هيز كنيديان بزنس مع مثلا مع برانش موجود بالسعوديه، اور هيز جونا انكرج كنيديان اكسبورت؟ وهذا كونسبت مقبول هذا؟ طبعا. يعني كونسبت انه انا yes. اني انا جاي اعمل بزنس تبعي في كندا عشان اعمل بريدجينج او اعمل توأم نسميها سيستم كومباني او واتيفر، هذا لازم يكون في هناك ادد فاليو للشركه. يس ادد فاليو. فهلا فهو البروفايل تبعه كثير مهم. البنك ستيتمنت صدقني اخر شيء ممكن يطلع عليه الاوفيسر. اكثر شيء بتطلع هذا الشخص مين هو. طب معلش دكتور عمر، انا واسف في اسئلتي، يعني اللي بيصير فضولي، طيب هذا الكلام مدامه بهذه الطريقه، في كثير كثير من الناس بنعرفهم بيتمنوا انه ينتقلوا ويعملوا يعني توأمه في بزنس او برانشينج ما بين بزنس في كندا ويستابلش دير بزنس في كندا ويعملوا برانشينج له في الخليج، وهذا الكلام بيريحهم من اشياء كثير. طب ليه بتمش؟ احكي لك شغله. هلا لو تسال انت، اذا انا حكيت قبل هيك، هي الاونر اوبريتر هي عباره عن سهل ممتنع، صح؟ نعم. والكويس بالاونر اوبريتر اذا الاوفيسر حكى نو مش نهايه المطاف. الاوفيسر لما يحكي نو بحط اسباب. انا بقول لك شو الاسباب بحطها الاوفيسر. مثلا بقول انا احيانا الاوفيسر هو عم بيعمل بروسينج في انترفيو بتصير. طيب. نعم. الانترفيو ممكن تكون if we are lucky بتكون الانترفيو، يعني احيانا انا بحكي اذا محظوظين بكل انترفيو مع اللوكال مع الكنيديان بارتنر، صح؟ لكن اذا كان الكنيديان بارتنر انت حاطه بالروم بزنس معك، صح؟ فبمشكله انا مش حيقدر هو تو ادريس ذا ايشوز الموجوده بالبزنس بلان. هو ما بيسالك خارج البزنس بلان، بس يو هاف تو اندرستاند البزنس بلان شو مكتوب فيها، تكون انت ادوكيتد شو بدك تحكي. الاوفيسر شو بتطلع؟ بتطلع انت إيه، انت حاط مثلا بالانترفيو حاطط انك توظف مثلا سيكريتري within a month، مثلا كذا within 2 months، حاط بلان. هذا very important، بنشوف قديش انت who you gonna hire. هاي كثير نقطه مهمه. مثلا who you gonna hire، ايش ده قصدك؟ يعني الشخص اللي بدك تشغله معك؟ لا لا الـ لما الاوفيسر بده يعمل ايفالويشن وياخذ قرار على الابلكيشن، هو عنده two partners، عنده الفورن بارتنر وعنده الكنيديان بارتنر. بس بالنهايه الفورن بارتنر هو عباره عن امبلوي كمان، صح؟ تمام. هو عباره عن اونر بس بنفس الوقت هو امبلوي از سي او فور ذا كومباني. نعم. اند ذا لوكال بارتنر هيز غانا ساين هيز جوب اوفر. تمام. رغم ان الفورنر هو له الماجوريتي، نعم، الشير هولدر. فأحيانا الأوفيسر بيقول لك أنا بعمل انترفيو مع الفورنر، مزبوط؟ فبصير ديالوج. ديالوج إيش؟ أنت تحكي بالدراسة you're gonna invest 100,000 وعندك steps 1, 2, 3, 4, 5, 6. تحكي إنه أنا حيكون عندي staff مثلا I'm gonna employ secretary مثلا after 3 months or whatever. عندك حاطة بلان، أنت البلان بتكون حوالي 3 to 5 years. فهو حيناقشك. He's gonna check your English. هل انت بتقدر تعمل ديالوج معه؟ ما تقدرش، مظبوط، لانك انت جاي على كندا، يو جن ران ا بزنس، ممكن يكون عندك موظفين.
واحيانا الانترفيو ممكن تكون مع اللوكال اللي هون. هلا اذا اللوكال هو it's his own business ودخلك بارتنر فهو بيعرف how to defend it, بيعرف شو يحكي عنه مظبوط. بس احيانا ممكن يكون اثنين جداد, يعني اثنين اسس شركه جديده, اذا كان الخبره اثنين متساويه يعني اللي برا construction واللي هون construction ماتش, فاي واحد منهم بيقدر يغطي الثاني لو مهما كانت انترفيو. فالانترفيو بتركز على البروفايل الانفستر اللي هو الاجنبي مو اللوكال. على فكره اللوكال ما بيركز عليه كثير, اللوكال شو خبرته شو كذا مش كثير مهم, اهم شيء الاجنبي. الاجنبي why you want to bring him here, not because of his money, is because of his skill and this guy is coming with the money so we can fulfill our target. طب اللوكال بزنس اونر هل يعتبر برضه موظف في الشركه بعدين؟ لا نو اوكي. اللوكال بارتنر يكون عباره عن شير هولدر, بس شير هولدر. لذلك الاجنبي بيكون هو سي او وعباره عن انفولد. بس لا دكتور انت حكيت انه لازم يوظف واحد, فهل هذا يعتبر؟ لا لا هذا لا يعتبر. انا بحكي في البزنس بلان بعد ما يتم هاي الشراكه بينهم وتصير لها اكسكيوشن لازم يكون انه عندهم في لبنان انه we're gonna say we're gonna employ one Canadian مثلا after 6 months من لبنان. So he want to see that concept. Yes. فالانترفيو كثير بتلعب دور انه الأوفيسر يكون عنده confidence بالشخص هذا انه حيكون له input للكنيديان economy. انا بحكي Canadian his business بعدين هي بنعكس على الكنيديان economy. واحيانا ممكن اقابل الشخص اللوكال يقول له انت why you want to hire this guy, ودائما بحكي معه باللغه هذه مش why you want him to invest in, why you want to hire him. Okay. كيف هي عباره عن hiring رغم انه هو هيز يعني عند الاوفيسر عنده الشركه وعنده البورد اوف دايركتور وعنده شير هولدر اجريمنت وعنده كل شيء. هو عارف انه this guy he owns 75% او 51% minimum. Yeah. بس الطريقه اللي بنظر لها بنظرها انه he is getting a job from this company. هلا ليش هم معطينه اولويه؟ لانه إله الماجوريتي. Yes. نعم. إذا هو حيحصل في البداية work permit, يعني زي ما طالب بيروح بحصل دراسة في الجامعة هذا بده يأخذ work permit. تمام. هلا أنت بتحكي كتير موضوع مهم. هلا هو أخذ LMIA من وزارة العمل. تمام. نعم. ما يقول لك أوكي. LMIA هاي اللي هي وزارة العمل بتسويها. وزارة العمل هي عبارة خلينا نحكي letter of no objection خلينا نحكي بالمعنى البسيط. وهذه هي اللي بياخدها معه على السفارة علشان بيعمل بناء عليها بيكمل البروسيس كاملة في موضوع حضوره لكندا أو تمام. هلا خلينا نحكي step by step عشان I don't miss any point. yes yes. هلا احنا قدمناه وزارة العمل, وزارة العمل أعطته no objection yes إنك أنت we have no objection إنك أنت to be hired as a CEO بالشركة. نعم. إلا هذه قيمتها بالpoint لو رجعنا skilled worker 200 نقطة. which is a lot. okay. NOC 00. أنت عارف أنت ذكرت أستاذ محمد قبل شوي إنه الناس اللي بعبي express entry بيصير يدور على job offer مشان يزيد النقاط بتوعه. صح؟ نعم. نعم. الجوب اوفر هو هون اللي بفيدك في البوينت هم ثلاث انواع. عندك NOC 00 وهذا بيكون عباره عن سوبرفايزر يعني لايك مانجر او دايركتور او سي او موستلي سي او. اوكي ماشي. وعندك اللي هي NOC A برضه عباره عن مانجيريال ليفل وبي نفس الشيء. تمام. ال A وال B بيعطيك 50 نقطه كل واحده لكن ال 00 بيعطيك 200 نقطه. موستلي ال 00 مستحيل حدا حصلها الا اذا كان له 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 انفلونس بالشركه زي ما بنحكي فيها. فهي 75% هو تمام. لهذا السبب الشركه they will hire him with the top position. فهو لما يحصل الا ما عنده طريقين بيمشي فيهم. اوكي. المحظوظ هو الشخص اللي معاه بكالوريوس عنده ايل 6 تمام. عمره لا يزيد عن مثلا 50 سنة 51 سنة أو حتى لغاية 55 لأنه لما زيد البوينت it is enough. بهاي اللحظة بإمكانه يعبي express entry. فإذا بتضيف ال 200 نقطة اللي عنده بتطلع فوق المطلوب بزيادة. أوكي.
بس يعني هو برضو تجميع نقاط بيصير بالضبط. بس بنفس الوقت لازم يمشي مجبر يروح يعبي لوزارة الهجرة الورك بيرميت. ما بيقدر انه يوقف هناك يعبي اكسبريس انت يقول خلاص لا، لانه لما يعبي لوزارة العمل، وزارة العمل ده كانه بروسس، وزارة الهجرة ده كانه جيف هيم ورك بيرميت. الطريقه انه لازم يمشي بالطريقه الاولى، الطريقه الثانيه ورك بيرميت لسبب واحد، ما يكتفي بالطريقه الاولى اكسبريس انتري، لانه الاوفيسر لما يشيك على اكسبريس انتري تبعه وشوف معاه جوب اوفر 200 نقطه بدي اعرف هل الشركه هاي اكزيست ولا الشركه هذه من وين هي جاي، فلازم هو يمشي بالطريقه الثانيه مجبرا لنهايتها. نعم، ياخذ ورك بيرميت ويجي على كندا وياسس. تمام. فهلا هو انا ما اي دونت يعني اضيعكم بالاتجاهات. جميل. اذا الاتجاه الاول اذا كان معه يونيفرسيتي ومعه انجلش منهم 6 بيقدر هاي اللحظه يعبي اكسبريس انتري اند هي ويل باس هي هاز ا بوينت. هو البي ار تبعه شغال ان بروسيس بيقدم للورك بيرميت، بس بيطلع الورك بيرميت، بيطلع له ورك بيرميت از ا سي او تو هيز اون بزنس، بيطلع على زوجته اوبن ورك بيرميت. اوكي هاي كمان مرافقين بيدخلوا كندا. تمام. لما يدخل كندا اولاده لهم الحق بالفري ادكيشن، تامين صحي للجميع كل ممبر فاميلي ممبرز. كمان اذا عنده اولاده على وشك يدخلوا المدارس الجامعات هي عباره عن دومستيك ستودنت. اوكي فله كثير بنفيت. هلا هذا المحظوظ هو عم بيعمل هاي الشغلات يكون قرب ياخذ البي ار، لسه ممكن يصير له 4 شهور بكندا ولا شغال. اوكي مزبوط. نعم هلا في ناس مش مؤهلين من البدايه يكون معاه مثلا ستات بالايلتس. مزبوط. ما بيقدر يدخل البول، فبده يستنى يكمل 1 year. خلال السنه هذه نهايه السنه بدخل تحت برامج مختلفه اللي هو مثلا كندان اكسبيرينس، لانه بكون كمل سنه اخذ خبره سنه. نفس الوقت هو لساته مع الجوب اوفر اللي هو 200 نقطة كسي او. نعم. فمنه هو بؤهل، يعني بدل ما يؤهل في البداية للبي ار بؤهل بعد مرور فترة. هلا خلال السنة هذه لما وجوده بكندا إذا كان الإنجليش تبعه كتير باد بكانوا حسنه، مدامه داخل كندا سنة يعني بياخذ دورات كذا ومش بحاجة يعني إنجليش عالي بهاي الحالة عندك كندا اكسبيرينس، فهي ويل بي كواليفاي. نعم. هذه هي يعني عفوا يعني احنا بنتكلم عن برنامج تحت ال الاكسبرس انتري في البدايه، وبعدين بيمشي بكل البروسيس تبعت الاكسبرس انتري بالورك بيرميت لحد ما يوصل لكندا، وهو بكون ماشي على البزنس تبعه الخاص فيه. فكأني أنا حسيت إنه في two programs ماشيين in parallel مع بعضهم البعض، الإكسبريس إنتري بلس إنه هو يبني البزنس تبعه كإنفستور. صحيح. وبعد هيك إذا شفنا إنه موضوع الإكسبريس إنتري ما يعني استفاد منه، ممكن يستفيد من program تاني له علاقة بكون هو عنده كنديان اكسبيرينس. طبعا هو في البدايه اذا كان هو اهم شيء الانجليش، على فكره في المرحله الاولى عنده انجليش كلهم 6 ايش بان هيز كواليفايد يدخل الاكسبرس انت بروفايل زي ما بنعرف. وعنده مش عنده كفايه نقاط، بس لما تجي ال 200 نقطه اتس مور ذان انف، فبمكان يدخل بروفايل. هلا في ناس عنده مثلا 6 مثلا واحده من الرايتنج مثلا 5.5 5 نقط، ما بيقدر، فبيضطر يستنى. هلا خلال السنه قدر to improve his English مزبوط، ما في داعي يستنى. anytime he can يحصل بالIELTS 6 each band he can apply right away حتى بعد ما يدخل كندا. صحيح. طيب دكتور، انت الان لما بنحكي عن الاكسبرس انتري، احنا بنعرف انه عدد الناس المتقدمين للاكسبرس انتري عدد هائل، عالي كتير على مستوى العالي مستوى العالم. صحيح. وهو مهما حصل من نقاط في الاخير مش ايزي تو جو، يعني مش بس مجرد اخذ النقاط هذه. يعني قديش نقاط بده الان؟ انا بدي اقول لك شيء، اعطيك مثلا هلا شخص مثلا عمره خلينا نحكي
45 سنة. أوكي. قدم البرنامج وعنده بالإنجليش 6. أوكي. حسب نقاطه ممكن يطلع عنده 300 نقطة. أنت عارف السحب العادي هلا. آخر شيء حتى قبل كوفيد. للسكيلز 470-472. نعم. بوت؟ نعم. مظبوط. وهم طبعا من بدايه كوفيد لسه قبل يومين سحبوا صاحبي اول مره على سكيلد وركر، ما كانوش يسحبوا خلال الفتره هذه، كانوا يسحبوا بس كانت اكسبيرينس. هلا النقاط صار لها سنتين تقريبا بال 470 لغايه تنزل 450. احيانا تنزل 440 فتره. بس بالوقت الحالي الافرج تبعها 470. نعم. اذا بتطلع على البول في 120,000 بتلاحظ ال 120,000 حوالي 10,000 عندهم فوق ال 450. اوكي. او 430. الباقي كلهم تحت ال 400. اوكي. فهو لما ياخذ 200 نقطة هو حيعدي ال 470. It is almost guaranteed انه he's gonna be selected. اوكي. واضح. اوكي. جميل. للاسف 200 نقطة it's a lot. 200 نقطة يعني غير البرنامج هذا يكاد تكون مستحيل حصلها. زمان كان يعطي 600 نقطة لعقد العمل والهاي ولا لا؟ هي وفي مس اندرستاندينج. 600 نقطة هلا إذا أجاك أنت نومينيشن من البي إم بي. أوكي. يعني إذا أونتاريو قالت والله أنا الشخص هذا بدي إياه. يو جيت 600. طبعاً الولايات المقاطعات تختارك حسب يور ميجر. فأنت بتنافس الكيمست وذين ذا كيمست ذيم سيلز. واضح. نعم. اللي بحكي فيه انا اللي باخذ ال ام اي من وزاره العمل وعنده انجلش 66 هي هاز نو بروبلم وات سو ايفر. فهو بالوقت اللي بخلص فيه 1 يير كده اكسبيرينس بكون اخذ البي ار. اوكي. اصبح البزنس از نوت ان ايشو اني مور. نعم. كويس بهذا البرنامج نجاح المشروع وعدم نجاحه از نوت ا بيج ديل. بنتسرك how successful هذا الموضوع. yes. بس نجاح المشروع بيلعب دور إذا ما قدرش يعبي لـ VR نهاية السنة. لما بيجدد الـ work permit بدهم يشوفوا هل البزنس هذا it is worth it يجددوه ولا ما يجددوهش. إذا كان failure ما بيجددوه. وإذا كان في أنا ما بحكي failure means ما بعني failure معناه ما أقل إنه البزنس عم البزنس في كندا عم بيخسر أول سنتين ثلاثين تعرف بيكون break even. نعم. يعني إذا الكونسيبت تبعه لساته يعني effective they renew it. بس إذا شافوه إنه البزنس عبارة عن عبارة عن something put it together temporary. Yeah. بدك تجدد بعد نهاية السنة يمكن أقول لك لا أو بعد سنتين. فالاستمرارية البزنس هي مفيدة للإكستنشن لو أنت ما قدرتش تأخذ البي آر. Yeah. لكن إذا أنت you qualify yourself من بدايتها أو you qualify yourself نهاية السنة you are good. النقطة المهمة لما يدخل كندا لازم يكون هو يدخل حاله على البيرول تبع الشركة. هياخد راتب. أوكي. على البيرول تبع الشركة. أوكي. هياخد راتب رسمي في تاكس في ديدكشن زي موظف كندا هون. زي موظف عادي. نعم. في CVB بنشن كلها بنقسم عليه. أنا بنهاية السنة عفواً دكتور تفضل كمل. نعم. نهاية السنة لازم ينزل له راتب كل شهر بدفع ديدكشن كاملة نهاية السنة بكون في فايلينج للكومباني بكون في تاكس ريتيرن للبيرسون معروف شو الانكم تاكس تبعه الانكم هو الراتب باخده كل شهر. مظبوط. قبل كوفيد كنا نحكي الافرج سالري حوالي $30 نحطها للسي او بير اور حط مينيموم يعني $5,000 بالمنت. لكن بعد كوفيد وزارة العمل قالت لا بدكم ترفعوا لغاية $53 بالساعة. أصبح الراتب تبعه مش $8,000 طب الإجراءات اللي حكيت عنها دكتور اللي هي وزارة العمل وبعدين تقديم الهجرة قديش تقريبا تكاليفها كماديا بين عمل اللمية هاي والإمعينية. نعم. هلا هي كل هذه كيف بقول لك يا هو الكوست تبعها أكثر شيء بالدوكيومنتيشن البزنس بلان ريجستريشن هذا في شركات بتسويه هذا لهم. هلا أنا مكتبي بعمل باكج كامل. أوكي. أنا بعمل للشخص from A to Z.
من تسجيل الشركة، حتى أحيانا إذا الشخص مثلا هو فارماسيست بقول لي أنا بدي أدخل مع شركة دوائية، صح، I can help him to find the right partner. هلا بترك إلهم العلاقة كيف how they gonna do the partnership، هم they decide كيف. أنا I will act as an advisor to this guy to protect his interest، بحيث إنه هو when he put the money he put it with the right person، صح، or with a company exists not just company fake. فهي تكلفتها أكثر شيء بالدوكيومنتيشن والإفورتس كـ government fees، هي رسوم وزارة العمل اللي هي $1,000، عندك تأسيس الشركة، وعندك اللي هي دائرة الهجرة بالأخير. بس أنا بقدمها للجميع، بقدمها باكج كامل، وطريقة بتكون طريقة الدفع الباكج هي عبارة عن مقسم لدفعات، بحيث أنا براعي بهذا الأمر الريسك فاكتور. يعني أنت بتسوي برضو البيزنس بلان وكل شيء؟ أنا ما أنا نفسي بعملش بيزنس بلان، بس أنا عندي مكاتب سب كونتراكت. نعم نعم نعم. واضح. تفضل. في عندنا كم سؤال كان عن المشاريع اللي ممكن تتنفذ. في كان واحد طبعا في هيثم سأل إيش هو المبلغ المطلوب للاستثمار، أعتقد جاوب الدكتور بحدود 100,000 فما أعلى، صحيح دكتور؟ هلا أنا في سوي حكيت 100,000 فما أعلى. هلا هذا الشخص هو داخل على شركة وإله فيها 75% أو 51%، مظبوط؟ نعم. لما يكون راتبه $8,000 times 12 حوالي $100,000 at least لازم الانفستمنت يغطي at least راتبه. زمان كنا نحكي 70,000 أو 50,000 لأنه كان راتبه $5,000 بسبب كوفيد تغيرت. هلا في شيء ثاني صار بس في for the last two weeks، وزارة العمل من اللي كويش بيسألوا بقول لك هل شغلك هو من أساسيات الشغل اللي هلا بحاجة له كندا؟ كمان نعم توزيع الأساسيات. صار هاي اللي كويش تختلف، إذا أنت بأونتاريو كويش بيختلف عن مثلا بريتش كولومبيا، هاي عبارة عن كلها تشالنج. واضح. إذا هو أول شيء لازم يحدد المنطقة اللي بده يشتغل فيها، أو البارتنر تبعه حيكون موجود فيها، أو البزنس تبعه حيكون موجود فيها، وبناء عليه حيشوف الكونديشنز الخاصة بالبروفنس اللي هو حيروح لها. مزبوط، صح. في سؤال بسأله مؤمن I think، بقول لو سمحتوا أنا بدي أستثمر بشاحنة، بصير ولا لا؟ بدي أشتري شاحنة ويصير سوق عليها I think، هذا اللي فهمته. هلا سوق شاحنة معناه أول شيء مش حيوظف كنديان، حيكون باي همسيلف. طيب إذا وظف كنديان يشتغل عليها هو بس شرى الشاحنة، بده يكون في كونسبت. ما في شيء اسمه شاحنة لحالها، في شيء اسمه تراكن كومباني. بده يكون في لوجيستكس، في مكتب، في اوفيس، في كذا. واضح دكتور. على قصة المستثمرين من هذا النوع، وقت ما كان في عنا اهتمام في موضوع الاكسبريس انتري وموضوع الام اي اي والقصص هاي، وجدنا انه في بعض المهن ما بتحتاج يكون في عندها الام اي، زي موضوع التكنيشنز، زي الناس اللي بيشتغلوا في الافران، زي شفات المطاعم الخاصه. هل هذا صحيح ولا في عليه اشاره استفهام؟ هلا انا برايي انه ما فيش وظيفه الا بدها الا ماي، بس طريقه الماي بتختلف كيف بتحصل عليها. في شيء بسموه الا ماي اكزمت من البروسيس تبع الريكومند والادفيرتايزنج، وهذا وجع الراس. اوكي، يعني الاونر اوبريتور ات از اكزمت من الادفيرتايزنج، اكزمت من المنافسه. اوكي، لكن انا لو عندي شركه بدي اجيب واحد مثلا من from دبي، يكون في انت دخلت هاي التجربه وجربتها، يعني متعبه. طيب ومكلفه. طب في كمان سؤال، فتح مكتب هجره هل يعتبر هجره رجال اعمال، وما هي المعايير لذلك؟ فتح مكتب هجره وين؟ مكتب ترجمه، سوري ترجمه، فتح مكتب ترجمه في كندا او شركه ترجمه نحكي. هلا انت عارف الترجمه هون بده يكون، هلا في شغلات مثلا واحد بيقول لي انا مثلا طبيب بيطري،
بدي افتح شركه، بدي افتح مستشفى. هلا كانفستر اتس اوكي، عنده سكيلز مانجمنت اوكي، بس هي كانت براكتس، في ريكويرمنت حتى يقدر براكتس. نعم. زي مثلا الدي كير. You can own the business, but I don't think you can be involved in the daily activity. في restriction. أنا عندي هيك حالات، بس شو بسوي؟ في البزنس بلان بحط إنه في شيء اسمه preparation للإنفستر، إنه وصلت كندا هاي مدة مثلاً شهر شهر ثلاثة، he gonna do 1, 2, 3, 4, so he can be qualified. نعم. Yeah. حتى في شغلة تاني في الأونر أوبريتر. ده بطلب منه إيش يسموه transition stage أو transition plan بمعنى آخر. وزارة العمل بتعرف إنه هذا الشخص اللي gonna come to Canada and invest money, how he's gonna get the BR. Okay. فهم they want him to get the BR. نعم. If he put the money, they want him to stay. صح. Yeah. طبعًا إحنا في عنا concept في كندا. إنه واحد يمتلك بزنس في كندا ولكنه غير مقيم في كندا ولا عنده بي آر ولا هو أصلاً ممكن يكون من الناس اللي يطلع لهم بعدين بي آر، يعني هذا الموضوع منفصل عنها. منفصل، بس مثلا هذول الناس في ممكن يصلحوا وضعهم نفس الفكرة، ممكن يسووا هذا لوحده، يعمل طرق بحيث إنه يكون فيت مع البروجرام. نعم. واضح. في كان سؤال اليوم، شراء العقارات في كندا هل يعتبر نوع من هذا الاستثمار؟ يعني واحد جاء شرى مثلا منزل وأجره. لا ما بتزبط، هي بتحكي تحت مثلا بروبرتي مانجمنت. اوكي. في ناس هاي مهمته، هو عبارة عن هي مانجينج his own property or he's managing you know زي الشركات اللي بنشوف احنا هون. صحيح. احنا هذا الكونسيبت بيكون عبارة عن property management. اوكي. يعني هو بده يكون بيشتغل as a property manager. yes. اوكي. في سؤال من مي بيحكي، يعني هو مش هل يعامل اللاجئ الشرعي الذي يدخل عن طريق المطار مثل الغير شرعي من حال توفير السكن والإعانة؟ طبعا الحكومة ما بتوفر سكن وإعانة بعد فترة معينة، يعني يمكن أول أيام ممكن يدخلوكم، بس الإعانة في شغلة اسمها ويلفير بقدم عليها، بس السكن ما بعرف. في عندك إشي دكتور بتحب تضيف عليه؟ السكن أعتقد أنا معلوماتي بالسكن هم ما بيعطوا سكن، إذا ما عندوش عيش بيعطوه اللي هو الملاجئ اللي هو الشيلترز. شيلترز هذه أول أيام بكونوا قبل ما يطلع، يا بعدين هم بيعطوك مساعدات اللي هو الانكم سبورت، بس هذه زي الكل زي بعضه. طبعا في مؤمن رجع سأل عن الشاحنة نفس السؤال. طيب دكتور، شو البزنسز اللي بتتوقع إنها ممكن تمشي؟ شو الأيدياز البسيطة اللي يعني بشكل عام هيك ممكن واحد زي ما إحنا حكينا هلأ عدة ideas، ايش الممكن واللي مش ممكن؟ هلا هو اجمالا كل شيء ممكن، بس في اشياء ممكن تكون بايونير، يعني مثلا شيء اسمه مثلا انفايرومنتال. هذا له كثير كونسبت. اوكي. يا مثلا ممكن يكون is good for the economy, is good for the environment, and في concept of employing Canadian in the future. في اشياء different. مثلا ممكن واحد يكون عنده مثلا بروفايل قوي جدا بالخليج، عنده مثلا شركه لها صار لها مثلا 10 سنوات وكذا، يمكن تو اون برانش هون. عمليه بريدجينج تو كومبانيز بتوين هير اند ذير حيكون كثير، في هو بنفيتس بوث فور بوث كونتريز. هلا في اجبار انه يجلس مده معينه من السنه اللي عايشه هون ولا هو ما في اجبار؟ بمعنى اخر هو بس هاز تو ميك سنس، يعني معنى آخر هو لما يأخذ ديلي أكت، يعني لما يكون هو بأخذ يعني راتب شهري مزبوط، هو CEO للشركة might be travel for his own business، ممكن he want to expand أو maybe he want to buy or bring or whatever for the same business. يعني راح مثلا سفرة مثلا في انت عارف لما يكون زوجي المين applicant his job is tied to the company he cannot work anywhere else. بس الزوجة بتكون فري. أحيانا ممكن الزوج والزوجة they reverse it.
قول لها انا بدي اشتغل بحريتي لانه انا عندي سكيلز او مطلوب لسوق العمل اكثر، صح؟ صحيح. خليك انت البارتنر، بس اجين هو بده راعي انه هذا الشخص او مرته هي كمان مؤهله لهيك بزنس. من الخبره تبعتها يعني. بالضبط. طيب دكتور، يعني متى بيفشل الابليكانت في هذا البروجرام؟ انا احكي لك اياه، هو ما في فشل بالمطلق، فشل في شيء اسمه تراي اجين، يعني معنى اخر هلا عمليه اعاده محاوله مره ثانيه. قلت لك هي ما فيش فيها الكومبليكيشن زي وزاره الهجره، يعني انا رفضوني اليوم وزاره العمل في اسباب رفضوني، وانا ممكن احكي شو بعض الاسباب هلا بحكيها. نعم. رفضوني خلال 1 ويك اي كان بود ابلكيشن باك وانا اي كان تيك اوف اول نيجاتيفيتي وابلاي اجين، ما في مشكله. اوكي. بس اسباب ممكن يرفضوها هي بتختلف من اوفيسر لاوفيسر لما يحكي شو كلمه معنى انه الشركه اتس اوريدي يعني ان اوبريشن. اوكي. هذا الكونسبت بيختلف. يعني مثلا ان اوبريشن ممكن تعني انه الشركه انفتحت اكتف، صح؟ وعندنا بلان نعمل 1 2 3 4 بس الحكي هذا يتم موافقه عليه الشخص. في احيانا الاوفيسر مثلا بقول لك لا انا بديها اوبريشن، نحكي الاوفيسر هاو يو وانت ذس جاي تو سبيند 100000 دولار، هو لسه ما خدش موافقه. مزبوط. هو هذه فيها ديالوج احيانا، واحيانا ما بيكونش في مشاكل ابدا. في سؤالين سريعات بدنا ناخذهم دكتور. بقول لك برنامج ترشيح المقاطعات، هل في برضه نظام هجره رجال اعمال؟ هلا ترشيح المقاطعات هي برامج انفستمنت لحالها وحديها، يعني الها بروسس مختلف. اوكي. في مقاطعات ما بيعطوك بي ار البدايه، بيعطوك ورك بيرمت بنهايه السنه ديد يو كومبلاي وذ ذا بروجكت وكل الايديا. بتعرف كيف لازم يعمل زياره للمقاطعه استكشافيه ويحكي يشوف ويعمل معاه مقابله وانترفيو، مش بالسهوله هذه كمان هي. نعم. طيب انا هسه بحكي بركز الاونر اوبريتر هي عباره عن سهل ممتنع. ايوه. في السؤال من لينا بتقول لك في حال توفرت الشروط كلها من حيث الشهادة والخبرة والآيلتس لكن العمر فوق 40، هل ممكن تعالج قضية العمر ولا صعب؟ هلا كورك بيرميت لو حتى عمره 60 سنة ما في مشكلة، ما فيش ريستريكشن على الشخص اللي بيعبي الورك بيرميت، لكن الهدف شو بعد الورك بيرميت؟ بدنا بي ار. نعم. هاي فيها حسابات. طبعا بتسأل برضو نفسها لينا المبلغ المطلوب للاستثمار إذا أمكن. عفوا ما سمعتك. المبلغ المطلوب للاستثمار، الكل بيسأل نفس السؤال. يا المبلغ الاستثمار بحكي أنا مبلغ في الأيام هلا لا يعقل عن 100 ألف دولار. لا يعقل. طبعا في سؤال من هيثم بيحكي هل السياحة فتحت في كندا؟ لا لسه مش مفتوحة، ولا الفيز لسه شوية دكتور. الآن اللي بيتم مثلا واحد بدأ البزنس ومشي في البروسيس وبعدين قدم حتى يحصل على البي آر وما حصل على البي آر، هل هذا بيأثر على البزنس تبعه انه يضل البزنس شغال وقائم هو يمتلك البزنس هذا وممكن يمارس مهامه في البزنس ويروح ويجي ويتحرك للبزنس تبعه في كندا؟ هلا هو لما يدخل كندا ويكون عنده بزنس بيكون معه ورك بيرميت سنة أو سنتين. نعم. مجرد ما تأهل الإقامة الدائمة بيقدم، سواء في البداية أو بعد شهرين أو بعد سنة بيقدم. نعم. هلا البي آر ما مشاش لسبب معين. نعم. ممكن يكون لأسباب سيكوريتي أو أسباب صحية ما بتعرف، صح؟ نعم. نعم. البزنس تبعه حتى يمشي بده يكون مربوط بنجاح البزنس، لأنه هو بيعمل معناها extension للwork permit. نعم. حتى يضل بالبلد بده يكون دائما شغال على work permit أو يكون إقامة دائم واحد منهم. نعم. حتى يقدر يمدد الwork permit بده يكون البزنس شغال وراتبه بينزل وفي حاجة لإله الشخص هذا. أوكي. طيب معايير إنه هذا البزنس شغال، هل هي مجرد وجود ريجستريشن لهذا البزنس لسه ما انشطب، ولا بده يكون في اكتيفيتيز وفي انكم وفي بروفيت وفي بي اند ال في اخر السنه وفي هلا احكي لك شغله. هو انا بروسيس في عندك المينيمم ريكويرمنت وفي عندك هاو يو كان ميك ذا ابلكيشن ايديال. اوكي. الايديال انه
الشركة تتأسس يكون في كوميرشال أدريس وفي تليفون وفي ويب سايت. أنا بحكي للشركة جديدة. نعم. الشركة اللي هي already exist دخل بارتنر هي already exist. نعم. الشركة جديدة إنه يكون هو. أنا بحكي الأيديال سيتويشن. نعم. بس مش كل واحد بيقدر عليها ومش كل واحد بيقدر willing to spend money before he get approved. تمام؟ إنه هذه هو هون المعايير. وهذه تختلف حسب كيف رأي الأوفيسر لها. الأوفيسر أحيانا لما أشوف إنه في إشي شغال وفي عندك مثلا البزنس بلان ميك سنس صح؟ في شيء بدل إنه هو هون الأوفيسر بخاف أحيانا. إذا شك بالكواليفيكيشن تبعك بحاول ركز على أشياء تانية. قديش أنت ممكن تأخذ ورك بيرميت وما تشتغلش أو you don't invest no money أو as a way to come to Canada. فالبروفايل تبعك باك هوم كتير مهم حتى يقنع الشخص اللي قباله. فالأيديال إنه يكون بزنس يشتغل إذا كان بداياته يبين فيه تأسيس يبين فيه commercial address يبين فيه تليفون فيه ويب سايت فيه كذا فيه يعني لو حتى even one عينه قبل ما يوجود بفيد. هلا قديش تعينه اسبوع اسبوعين شهر شهرين doesn't matter هذا بيرجع له. اوكي طيب هلا بدي اجيب مثال على الدكتور جمال مش علي انا طبعا. لو الدكتور جمال اليوم دخل شريك هو موجود في كندا ومعه جنسيه في كندا ودخل شريك مع واحد فورينر اوكي وثاني يوم او بعد شهر او بعد سنه كمان دخل بارتنر مع واحد ثاني فورينر وكمان واحد ثالث هل هذا بهز من الموضوع من السيتويشن تبع الكيس ولا عادي ممكن ادخل انا بعشرة أو أبداً, ابدا ابدا انت عباره عن انفستر you can have many businesses اوكي زي ما قلت لك هو التركيز مو عليك كندي هو التركيز على بزنس تبعك مو انت اوكي التركيز على البروفايل تبع الاجنبي واضح yeah. نعم في سؤال سريع هون بقول لك الفترات او المده يعني احنا حكينا انه اسرع من غيره شو تقريبا المده بين بدايه التقديم الى دخول كندا بعدين من دخول كندا وبدايه البزنس يعني لو تعطينا بس افريج بنحكي مثلا انا بحكي لك كيف انا عندي البروسيس بدايه تاسيس الشركه بقى تقريبا اويك الى حد ما حتى تحط كل الستركشر مع بعضه طبعا بروفايدنج انه كان اذا كانت الشركه جديده وعندك الرايت بارتنر وفي اتفاقيه وفي كل شيء اجريمنت مع بعض متفقين بدها 1 ويك اجراءات ماكسيم بعدين البزنس بلان بدها حوالي تقريبا 3 ويكس بنحكي عن حوالي 1 مانث هلا هلا تو بريبير ذا بروفايل وتقدمه لوزاره العمل اللي هو عباره عن السجل التجاري البزنس بلان البنك ستيتمنت الفورنر البروفايل تبع الفورنر البروفايل تبع اللوكال كل هاي الحيثيات والدوكيومنتيشن والسبورتنج بنحطها بملف واحد وبنعبيها لوزاره العمل بعدها بدنا حوالي تقريبا اسبوعين بتحكي عن حوالي شهر ونص صار لغايه هلا وزاره العمل دي مايت بروسيس ويذين 2 ويكس ات مايت تيك 4 مانثس 2 مانثس بالوقت الحاضر بحكي عن هلا بالوقت الحاضر هلا احيانا ممكن تمد انا في عندنا صار لهم حوالي 4 مانثس بس لانه دخل كوفيد دخل كذا في صار ديلي فوي كانت لكن اعتبرها انها هي هذه عباره عن روتين ابلكيشن اوكي مش طبيعي فاللي بحكي فيه في الايام العاديه هي عباره عن بروسيس اوف 2 مانث فعندنا 2 مانث وشهر ونص بفور 3 شهور ونص بعد هيك بتقدم للهجره الهجره بتاخذ حوالي تقريبا الافرج تبعها 45 دايز ممكن تكون 90 دايز فدائما بحكي انا للشخص بقول له اعطيها تقريبا من 5 شهور ل 6 شهور 6 7 شهور 5 شهور ل 6 شهور حتى يحصل على الورك بيرميت يس اوكي والورك بيرميت بناء عليه بيحصل على الفيزا اللي بده يدخل فيها على كندا هو باخذ في المطار هو باخذ بالسفاره ورك بيرميت فيزا اوكي هي الفيزا سواء كانت ورك وركينج فيزا ولا ستودنت فيزا كلها هي عباره عن اواي تو بورد ذا فلايت انتر ذا كونتري لما يجي هون يدخل المطار بالمطار بيعطوه ورك بيرميت شيت اوكي تكون فيها هذه هلا في ناس بيسالوني بيحكوا لي طيب نقدر اثنين ندخل في بزنس واحد اثنين اجانب اوكي ما بتزبط لانه كل واحد لازم يكون له 51% مينيمم Yeah. اوكي اوكي فلازم يكون يا ما في بزنس 102 طيب احنا اعتقد اخذنا كل الاسئله تقريبا تلفون وعنوان الدكتور المكتب موجود على الشاشه اللي حابب يتواصل فيه ايميل انا شفت بعض الناس بيحكوا انه بتواصلوا على الواتساب الواتساب عليه ضغط كتير زي اللي فهمنا من الدكتور فالافضل يتواصلوا على الايميل عشان يبعثوا معلوماتهم علما انه على الموقع في فورم ممكن تعبيه
وهذا الفورم في أسئلة وأجوبة، لأنه أجين بدك تجاوب على أسئلة وعشان يعرفوا شو أفضل طريقة للهجرة. نشكرك دكتور، ما بعرف إذا ضل إشي عندك نسينا نحكي أو في إشي بتحب توجهه للجمهور. هي أنا حبيت بس أحكي كلمة، كل برنامج في كندا مهما كان في نسبة نجاح في نسبة فشل. أحيانا بودي الابليكيشن أنا عند أوفيسر، بودي عند واحد تاني، هذا بحكي شيء وهذا بحكي شيء، يعني بيعتمد كيف الأوفيسر ممكن ينظر للموضوع. صح. أحيانا الأوفيسر ممكن يكون he is really very influenced by your profile، ممكن يكون يعني يكون سهل بأشياء تانية. العكس صحيح. بس أنا بالنسبة لي طبيعتي the way I do the application، the way يعني بعمل chart للفيز، بحاول يكون الريسك يعني متوازن. إذا بتلاحظ أنا حكيت في البداية إنه أنا الباكج تبعي 4 دفعات. نعم. معنى آخر الدفعة الأولى والثانية تقريبا بتغطي اللي هو time والdocumentation والbusiness plan والcost. الدفعة الثالثة والرابعة that's when I tried to get my fees. يعني أنت داخل أنت وياه للأبليكانت، داخلين أنت وياه شراكة، الخسارة الربح للاثنين والخسارة للاثنين. بالضبط. يعني أنا الدفعة الثالثة والرابعة هي مربوطة مع برودكت بالنسبة له. نعم. لأنه بدفع الثالثة إذا حصل موافقة من وزارة العمل، ودفع الرابعة إذا حصل الهجرة. تمام. فالثالثة والرابعة مربوطة مع أوتكم، بس الأولى والثانية هي موستلي عبارة عن بيبرورك. يعني إذا هو إذا هو بياخذ مقابل برودكت، يعني بيعمل بزنس بلان، أنت ماخذ مقابلها مقابل شيء محدد بتعمله. في عندك أبليكيشنز ودوكيمنتس وإيجل دوكيمنتس بيطلعوا ريجستريشن، هدول مقابلهم بتدفع مقابلهم. أنت لو رحت لأي واحد، أنا شخصيا لو إجى لعندي يعملوا حدفعوا نفس الكلام، فهذا الكلام هو بيدفعه والمرة لما يحصل الورك بيرميت، فكل شيء مربوط بالبنفت اللي هو حيحصلها، وهي مكسب للجميع. لما ينجح هو هي مكسب لإله ولإله. صحيح صحيح. واضح. جميل نشكرك دكتور على وقتك. I think إنه كانت حلقة ملمة سريعة جدا، الموضوع طبعا كبير جدا بحتاج إلى حلقات، لكن إن شاء الله بنقدر نكمل بأمور أخرى، في استفسارات أخرى على موضوع الهجرة للي حابين يستفسروا عن الموضوع بشكل عام. بنشكرك دكتور باسم كنار تي في، قناة صوت العرب من كندا، وبنرحب فيك مرة ثانية على هذا المنبر. بنشكر جميع اللي شاهدوا وعلقوا وكتبوا أسئلتهم. حاب أذكركم في حلقات مساء، عندنا حلقة الساعة 7 إن شاء الله مع ريم في جمال الحياة مع ريم، وحلقة الساعة 9 هتكون مقهى كنار لايف مع ضيفين كريمين، فتابعونا إن شاء الله وتصبحوا على خير.